من عائلة أولويات أو الأساسيات اللي محطوطة على جدول الأعمال بتاعي الانتهاء من اعتماد الكلية. لازم إيه نخلص موضوع الاعتماد دي حاجة. الحاجة التانية برضو احنا عندنا هنا مبنى اللي هو تحت مبنى الاقتصاد المنزلي اللي واخد شكل حرف ال دهوت، عايزين نزيله ويتعمل مبنى جديد مماثل للمبنى دهوت علشان احل مشكلة القاعات التدريسية، مكاتب اعضاء هيئة التدريس، مكاتب العاملين، عند قسم الاقتصاد قسم التربية الموسيقية فيه مشكلة كبيرة برضه عايزين نحلها لأن كل طالب فيه بيمثل سيكشن. قسم العلوم التربوية ملوش مكان برضه، عايزين يبقى فيه قسم مستقل بحيث تستقر هيكلة الكلية. دول النقطتين الرئيسيتين. الجزء الثالث اللي عايزين نفكر فيه إنشاء وحدات ذات طابع خاص علشان أنمي موارد الكلية، وعلى الأيام اللي جاية ما هتبين كتير ونبدأ نتكلم فيه ونحط يعني مجرد انتهاء من الحاجات دي.